إن هاي الحلقة مخصصة لكل الأشخاص اللي بهمهم هذا الموضوع، لكل الأشخاص اللي مروا بها التجربة تحديدا وحابين يشاركونا فيها بحلاوتها أحيانا وبمرارتها أحيان أخرى. كمان نحن بانتظار اتصالتكم ومشاركتكم. أرقام الهاتف رح بتشوفوها أمامكم على الشاشة للتواصل معنا، وأكيد مع مجموعة من الخبراء والمتخصصين لوجودهم هو أساسي وضروري لإعطائكم المعلومة الصحيحة. إذا أول تقرير معنا رح نحكي من خلاله، هل من الأفضل البقاء بزواج تعيس أو طلب الطلاق؟ سؤال غاية في البساطة لكن إجابته بتتطلب تفكير طويل وعميق جدا. تعيش تعيس طول عمرك ولا تجازف بالطلاق؟ في حاجات طلاق لابد منه، ما فيهوش صبر. في تعاسة مقدور عليها، يعني هي نسبة التعاسة أو شكلها إيه التعاسة، يعني ضرب ممنوع، بخل ممنوع، شرب مخدرات، الحاجات الممنوعة. لو كل واحد تعيس في الزمن ده هيطلب الطلاق، مش هنلاقي حد متجوز أساسا، ولا هنلاقي حد متشجع على الجواز. فأنا ده عقد أبدي موثقه ربنا سبحانه وتعالى، أكبر عقد في الدنيا عقد الزواج ده، فلازم الواحد يتمسك فيه. لو أنا معايا أولاد أوكي، يبقى أنا هكمل معايا عشان ولادي دول، هستحمل وهاجي على نفسي عشان ولادي. لو مش معايا أولاد يبقى سيكا مفيش حاجة تجبرني على ده، فهنفصل عنه. لو الحياة تعيسة لابد ان يكون انفصال. لو في اولاد تستحمل بقى العيشة، عشان حرام، عشان حرام، عشان خاطر الاولاد. من جمعه الله لا يفارقه انسان مهما يحصل بين الوحدة وجزء. عشان يرتاح يفصل او يشوف العلاج ايه ويعالج. لو هم شباب لسه في الاول وتابعوا الدين، ان هم جابوا الاول حاولوا يحلوها بينهم وبين بعض وما نفعش الموضوع ده، ثم جابوا حكم من اهله، حكم من اهلها وبرده ما نفعش، فانا رايي ان هم ما يكملوش، لان بعد كده هيجي اطفال وهيجي وهم دول اللي هيتحطوا في الموضوع. لكن لو ست كبيره وعندها اطفال او عندها اولاد وفي كليات وحاجات من دي فتصبر. لو هي يعني ما عندهاش عندها وسيله ماديه تعيش منها وما عندهاش اولاد صغيرين هيبقى هينضروا من الانفصال ده، اكيد هتفكر في الطلاق لو العيشه مستحيله. يعني انا شايف ان حياتي تعيسه فلابد ان انا اطلع. حصل ظروف وكده اتطلقنا، بس انا معايا اولادي تعبانين، يعني تعبانين معايا شويه ومعبوم شويه، هم اللي شايلين الليله كلها، وانا طبعا ندمانه على الموضوع ده. مشكله كبيره جدا موضوع الطلاق دي، ان لازم الاولاد يبقى في استقرار اجتماعي علشان يتربوا كويس. وانا بشتغل مدرس، ففي خلال حياتي المهنيه قابلت عيال كانوا نافعين في الاول، ولما حصل انفصام اجتماعي بين الاب والام العيال تاهوا وضاعوا، ومذاكره مفيش وباظوا خالص. هل